النهارده جاي اعمل معاكم طريقه البانكيك، ويا ريت اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. يلا بينا. معايا بيضتين، واحط كوبايه سكر هو يعني 120 ملي، هحط فانيليا، هحط زيت، جيب اللبن، هحط الدقيق ده كوبايتين، هحط ملح، ملح وبيكنج باودر، أبدأ أقلبها بس كده. اديني الشكل ده أبدأ أشيلها حاجة، أشيلها بالراحة وأقلبها على طول. البانكيك بس لسه هنقدمه كده، سهل وبسيط وتقدري تعمليه على في اي وقت في الفطار. عملنا البانكيك اهوت، ممكن تزوقيه بأي حاجة تعجبك، ممكن تحليه بأي حاجة تحبيها براحتك، إن شاء الله بعسل حتى. عايزة كتير كتير أوكي، قليل حطي. بصي ما تتأيديش بحد، اعملي اللي يعجبك، يعني حطي أي شيء يعجبك. وبرضو ممكن تحطي نقطتين عليهم.